ينتقل المشهد العام لقاعة المحاكمة. المتهمون خرجوا للاستراحة. فضلا المتهمون من ذات القفص في الاتهام. في الحقيقة في بداية الجلسة السابقة تعالت أصوات هيئة الدفاع عن المجني عليهم تطالب بحضور جميع المجني عليهم الذين وجهت إليهم دعوة لحضور هذه الجلسة، بينما كان عدد الحاضرين من المجني عليهم 4 فقط، وهو ما استنكرته هيئة الدفاع عن المجني عليهم من أهالي الضحايا. أيضا دفع الأستاذ فريق الدين محامي الرئيس السابق ببطلان إجراء إحالة من الدائرة السابقة دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، على اعتبار أن دائرة المستشار عبد السلام جمعة كانت اسمك يا حنك اسمك ايه؟ أبو هشام عبد الفتاح أمين جدر. أنا أول واحد قمت بالثورة قبل الثورة، كنت مع المعوقين قدام مجلس الشعب 37 يوم، وكان جنبنا شركة مصر الغاز للنسيج المحلة بكوبلا 3 أشهر، وقلت لفتحي سمون وهو داخل قلت له الحقوق بتاع المعوقين يا فرعون الزلزال جاي، ما اسمعش كلامي. كملت بعد كده في التحرير 12 يوم وبواصل كل جمعة معاهم. انت جاي النهارده جلسه فصل المباراه؟ انا جاي النهارده، انا سعيد جدا باللي انا بشوفه ده، ودي حاجه تفرح الشعب المصري، وانا بحيي القضاء، بحيي الجيش على الهدوء اللي هو صادر علينا بيه، والجيش والشعب هيبقى ايد واحده ان شاء الله، لان هو ربنا بعت لنا الراجل ده طنطاوي ده هدوء علشان مصر تبقى كويسه، مصر تبقى من عشان عايزين حركه الانتاج تمشي، لان اللي احنا فيه ده ما ينفعش. احنا في تداخل هنا في البلد من قوى استعمارية، ما ينفعش الكلام ده، لازم الشباب يسمع كلام ابوه اللي هو قام بالثورة قبل منه. يعني انا اللي قايم بالثورة قبل الثورة، انا والمعوقين بتوعي قدام مجلس الشعب. عايزين نهدى شوية بقى وكفاية، هي دي اخر حلقة للوقت نشوفها، وكده احنا سعداء، ولازم كل ام وكل اب اولادهم شهداء يسعدوا ويفخروا بهذا اليوم. مش مشكلة الفلوس، انا قلت لهم سبوهم يهربوا باللي سرقوه، وشبابنا الهرم سوف يبنوه. شكرا.